دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيه، اتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم صحاب الدار صايمين وقالوا لي نصايب لهم شويه ديال البطبوط العامر ديالنا ديال البلاد. هنايا عندي بصله خضاريه كما كتشوفوا، انا قطعتها شويه باش نطحنها بهاد الطحانه هذه، وشويه ديال الفلفله حاره وشويه ديال الفلفله حلوه. وهنا عندي خيزو حكيته، ومن بعد هو غندوزو شويه في هاد الماكينه باش يجيني رقيق، باش العمارة من بعد تخرج ليا في العجين. فتابعوا معايا غنطحن هادشي ونجيب نوريكم الطحين خلاص والطريقه ديال التحضير ديال الخبز. فمن بعد ما درناه في الطحانه غنطحنوها دابا. بسم الله. فانا هنايا زدت شويه ديال الشحمه، هي كتبقى اختياريه، مهم كترطب شويه الخبز. هنا من بعد ما طحنتها غنحيدها من هنايا، وعاد من بعد ندير لها القمه ديالها اللي عباره عن الملح وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال التحميره وشويه ديال التعطيره ديال المي. من بعد نقول لكم شنو في التعطيره ديال المي. المهم انا دابا نكمل كلشي، داكشي اللي كان عندي هناك في البانيون طحنو، ونتلاقى معكم تاني. فمن بعد ما طحناه هكا كنحصلوا على هكا، دابا غنديروا العطريه ديالنا. هنا عندي البصله يابسه مطحونه، البصله ملي كتكون الوقيته ديالها بصله حمراء كيقطعوها الناس وكيديروا لها شويه الملحه، فهمت لي الهضره؟ الملحه وكيديروها في الشمس تتهبس وكيطحنوها. وهنا هذه هي التعطيره ديال ماما، هذه عباره عن ورق سيدنا موسى والكمون وحياه الشيخ، شنو اخر يا ربي شنو اخر، كتكون فيها شويه ديال البصله الخضريه شويه ديال الحبق، كيكون هادشي كامل يابس وكنطحنوه. وهنا تحميره، وهنا شويه ديال الخرقوم والملحه على حسب الذوق، ونضيفوا شويه ديال الزيت ونخلطوا ونغطيو عليها حتى نساليو العجينه ديالنا ونبغيو نعمرو ونتلاقاو. هاكا نخلطو هادشي كامل، وما تنساوش ديرو القزبور المعنوس، ونخلطو هادشي كامل ونخليوها على جنب. العجين انا هنا عندي الفورس، وعندي شويه ديال الطحين ديال الاخر ديال القمح وسبيسيال، غنضيفو شويه ديال الملحه، وندير واحد المعلقه ديال السكر باش يذهب لينا العجين. قليلا من الخميره حبيبات، حيت ما خصوش يخمر هذا الخبز هذا ديال البطبوط، ما كيبغيش يخمر بزاف. وغنعجنو بالماء، ما يكونش دافي ما يكونش بارد، على حسب الجو. دابا الجو سخون شويه، غير من الروبيني نعجنو وندلكوها مزيان ونعطيوها ترتاح واحد شويه ونطلقها. من بعد ما دلكناها مزيان حتى ولات هكا ومبقاتش كتلصق في اليدين، غنغطيوها ونخليوها ترتاح وعاد نرجعو نكملو. فمن بعد ما فتحت لينا العجينه غنحيدها باش نديرو كويرات صغار. غادي نشكلو كويرات صغار او كبار، المهم على حسب كل واحد كيفاش خلا الخضري ديالهم. نحطهم على ما نكمل كامل العجينه، عاد ندير ديك العمره من الداخل. انا غندير هادي بالبطء باش تبان كيفاش كنديرها. هكا وكنحطها ترتاح على ما نكمل العجينه كامله، وعاد نبدا ندير فيهم القمه ديالهم. بعد ما درنا العجينه كامله كويرات، غنديروا ديك العطريه هكا اللي قامر الوسط، غنحلوها هكا. شحال من وحده كتقول لي ما كتعرفش كيفاش كتجمع الخبزه ديالها بطبوط هكا،
كاين اللي كدير خبيزه فوق خبيزه باش تسدها، ولكن انا لا، كندير ليها هكا وكنجمع، كنشد هكا وكنجمع الجناب هكا كاملين حتى كنجمعها هكا. ونحطها ترتاح ونهز وحده اخرى، انا نعاود وحده قدامكم وعاد نخليهم يرتاحوا واحد شويه باش يسهل عليا نطلقهم. كندير ليها هكا وكندير ديك الاقامه، وكنجمع هكا وكنستمر هكا حتى كنكمل العجينه كامله اللي عندي. فمن بعد ما درت المقله باش تسخن، انا غنكرس هاد الخبز هادي وغنرش شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت على المقله هكا وغنحلها خلاص. بسم الله هكا، ونزيد نكمل عليها شويه هنايا على حسب كل واحد كيبغي، شي كيبغي غليظ وشي كيبغي رقيق، حنا في العائله كيبغيو علينا رقيق. ندير عليها شويه الزيت من الفوق هكا قبلها حتى طيب، وانا كنكمل في التكراس ديال الاخر. من بعد كنطبق البوخص صافي، كنبقاو ندورو فيها حتى كطيب وندير وحده اخرى وغنبقاو مستمرين هكاك حتى كنساليو كامل الكميه ديالنا ديال الخبز اللي عندنا كامل. كتشوفو هي كتنفخ، شوفو ديك الإقامة مخرجاش من الداخل، حيت كاين اللي مكيعرفش يديرو. شحال من واحد كيقولك وري لينا كيفاش كتصايبيه، كاين اللي كيدير خبزة فوق خبزة، وأنا هاديك خبزة فوق خبزة بالعكس هي اللي كتخرج ليا الإقامة، أنا هكا مكتخرجش ليا لا الإقامة لا والو. فمن بعد ما طاب لينا الخبز كيجي عليه هاد الشكل هذا، كمل لنا الخبز كيجي لها هكا، كيجي هكا عامر كنخدمو مع اتاي، يا اما بالنعناع يا اما بلا بنعناع على حسب كل واحد كيفاش كيشرب. وبالصحة والراحة. اليوم قدمنا لكم هاد الشهوة وكنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، واللي مازال ما تابوناش في القناه ديالي يدير ابوني ويضغط على زر الجرس باش كل جديد يوصلو. وتهلاو ليا براسكم في ميساج شي اخرى ان شاء الله نحطها لكم.